كواحد من الأعمدة الأساسية في كل هذه النجاحات، واحد من الأسماء المهمة في النادي الأهلي. كل من يعمل في النادي الأهلي يعرف جيدا قيمته، يعرف جيدا حبه وعشقه للنادي الأهلي، والأهم يعرف جيدا قيمته في العمل في النشاط الرياضي بالنادي الأهلي. الكابتن الكبير كابتن خالد العوضي مدير النشاط الرياضي بالنادي الأهلي، يا فندم صباح الخير ومليون مبروك إنجاز اليوم وكل إنجازات هذا الموسم. صباح الخير يا كابتن كريم، يعني كلام كتير الحمد لله اللي انت قلت، يعني بشكرك جدا عليه، بس يعني لازم أكد على حاجة. خالد العوضي واحد هو منظومة النادي الأهلي، خالد العوضي ليس هو النجاح، النجاح عندنا يبدأ من مجلس الإدارة بالتخطيط الجيد مع وزارة النشاط الرياضي مع أجهزة فنية محترمة ولاعبين محترمين يؤدي إلى النجاح ده. كل النادي الأهلي يشتغل على هذا النجاح، نقول له ألف مبروك، جماهير ألف مبروك، مجلس إدارة، لاعبين، كل الناس. صحيح، احنا منظومة متكاملة وهي دي منظومة النادي الأهلي على مدار التاريخ. صحيح، وبقول لحضرتك الله يبارك فيك، ونبدأ الأسئلة الصعبة لا خالص، أسئلة صعبة إيه النهاردة يا كابتن خالد؟ النهاردة أفراح بالنادي الأهلي، واحنا فقط بس نهنئ حضرتك بفوز النادي الاهلي اليوم بكاس السوبر الافريقي، اكيد بطوله مهمه يا فندم. بطوله مهمه جدا جدا جدا، وبطوله كانت صعبه جدا، وبطوله صعبه معايا شخصيا انا، لانها بتلعب مع نادي محترم، مع لعيبه محترم، مع كاس محترم زي نادي الزمالك. فدي كانت صعوبه الماتش. الماتش ده 50 50، ان هنا لعيب منتخب مصر هنا النص وهنا النص، فيعني طبعا النهارده المباراه صعبه جدا جدا جدا. مباراه بتاهل ماتش واحد يأهل بطولة العالم على طول، فيعني بنقول للنادي الأهلي خارج لك، ونقول لجماهير النادي الأهلي والنادي الأهلي ألف مبروك، أديتوا له عليكم وعملتوا عليكم، عشان كده ربنا أكرمنا وتوكلنا على الله مباراة النهارده. قول لي إحساسك النهارده وأنت تشاهد المباراة وشايف النادي الأهلي بيوصل لفارق 8 أهداف، وفي الدقيقة 25 تحديدا وصل فارق هدف واحد، قول لي اللحظة دي مرت عليك إزاي؟ ضهر أصعب مباراة في حياتي الرياضية النهارده. ياه. صعبة جدا كل شيء صعبة جدا. يعني بدون خاطر تفصيلها اللي يدور في دماغي بقالي يومين، انا مش نايم تقريبا بقالي يومين ده الماتش ده. يعني لكن لا، تفاصيل كتيرة جدا جواها، لكن في الاخر مباراة صعبة جدا. الدقيقة 25 او 26 لما وصلت فرق واحد، لا المباراة عادت في اتجاه تاني معايا تماما. واخدها فعلا قلت لك هي 50 50، بس بجد قدرت القيادة الفنية تحكم بورها، ما خدوا تايم اوت، اتكلموا مع لعيبتهم، ولعيبتهم نفذوا التعليمات اللي هم قالوا لها اكيد في الملعب، وهو ده اللي وصلناه في اخر ثواني. ده الفرق. صحيح، ده كان زمان كان بيجري بالعكس، الاهلي هو اللي بيخسر، لكن اعتقد ان القياده الفنيه حكيمه جدا، قادره تاخد الوقت المستقطع والتايم اوت في وقت معين، وتعليمات واضحه جدا لفريقها، وهو ده الفرق. اللحظات الاخيره اللي كانت بتحصل، وده الانقلاب اللي حصل، ودي الحاله النفسيه للاعبين. اعتقد ان الجهاز الفني ديفيد وكابتن ياسر رئيس الجهاز وكابتن محمد ابراهيم، كل الاستاف الفني والاداري اشتغلوا على الفرقه كويس جدا، واللاعبين اشتغلوا على الفرقه كويس جدا. هو ده اللي ادى للنجاح اللي هم موجودين فيه دلوقتي. زميلي العزيز حسام زايد دلوقتي بيقول لي اسال الكابتن خالد العوضي اخبار المكافآت ايه، فده مش سؤالي، ده سؤال حسام زايد. انا سلمته ليك اهو. بص طبعا انا عارف طبعا 100%، بس هو سؤال مهم جدا. احنا السنه دي النادي الاهلي اقر شكل مختلف السنه دي لعقوده ومكافئاته وكده. النادي الاهلي السنه دي عمل حاجه اسمها تارجت للعيبه. التارجت ده شيء مهم جدا، اللعيب بياخد. كابتن خالد معايا؟ كابتن خالد افريقيا، لكن النهارده طب معلش كابتن خالد، لو نعيد الاجابه تاني معلش، عشان كان الصوت راح خالص، انا بعتذر لك. طيب اتفضل. ولا يهمك. من النادي الاهلي السنه دي اقر لائحه جديده للفرق الجماعيه، وهي لائحه عباره عن جزء للمبالغ الماليه بتاعتهم في السنه، وبياخدوها على مدار السنه، والجزء الثاني جزء تارجت مكان المكافئات. اعتقد ان النهارده التارجت بتاعهم اتحقق، وده قرار مجلس الاداره، وهياخدوا التارجت بتاعهم تمام. واكيد لو في اي جديد بتبلغ عن طريق مجلس الاداره، ان هم في الاخر بيديهم القرار، وهم بيقولوا لي القرار بتاعهم شكله ازاي. فان شاء الله خير باذن الله، يعني ما تقلقش، قول له حسام زايد هنديهم فلوس خلاص. بس هم مبسوطين، ما عنديش لعيب في النادي الاهلي بيدور على فلوس، كل لعيب بيدور على كيان زي الاهلي. طبعا طبعا. طيب عايزين كمان بالتاكيد نطمن على، انا قلت حتى النهارده في المقدمه وسط الافراح بتاعت النادي الاهلي النهارده كان في خبر مش حلو، وهو اصابه علي زين. علي زين كانت علي كان المفروض يدعم الفريق في البطوله دي وبطوله كاس الكؤوس. بص يا كابتن كريم، علي زين بالنسبه لنا قيمه كبيره في مصر لكره اليد. طبعا
وهي دي المشكله الاكبر بالنسبه لنا. احنا النهارده علي كان جاي لعيب محترف من لعيب معار من نادي دينامو بخارست لسه في عقده سنه، والنهارده جه واول ماتش يلعبه كان طبعا كل جماهير النادي الاهلي حاطه عليه امل كبيره وكلنا حاطين عليه امل كبيره، لكن اتصاب في ارض الملعب شيء محزن جدا جدا بالنسبه لنا كلنا وزعلانين عليه. لكن هو دلوقتي في كونسولتو، اول ما هيطلع النتائج بتاعته، اول ما نشوف الناحيه الطبيه هتقول ايه، هنطلع تقرير رسمي رسمي بيه، واكيد هنعمل كل حاجه كويسه للكابتن علي زيد لانه فعلا قيمه كبيره واحنا محتاجينه في مصر ومحتاجينه كمان في النادي الاهلي في الوقت اللي جاي. فان شاء الله باذن الله اول ما بس ما نعرف نطمن عليه. المشكله مبدئيا في مشكله في السمانه بتاعته، يعني في شد في السمانه او مزق في السمانه، لكن التشخيص الفاينل خلينا لما يطلع التشخيص الرسمي من الدكاتره نطلعه ونعرضه للراي العام ان شاء الله. طيب كاس العالم للانديه ان شاء الله هيبقى في تدعيمات للفريق يا كابتن خالد؟ الجهاز الفني اللي بيطلبه الاداره النشاط الرياضي مع مجلس الاداره يعملوا عظيم، لكن هو طبعا عنده بلان وعنده خطه وكل فرق السنه دي كل المدربين الفنيين المحترمين بتوع يشتغلوا بخطط وبلانات واضحه جدا 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 وتارجت معينه. واعتقد ان احنا عندنا تقييم اخر السيزون للسيزون كله مع مجلس الاداره ونقدر نطلع بيه قرارات كويسه لفرق النادي الاهلي ولمصلحه النادي الاهلي وتاريخ النادي الاهلي. عظيم. بمناسبه التارجت اللي حضرتك بتتكلم عنه، التارجت في كاس العالم للانديه بعد رابع الموسم الماضي، السنه دي التارجت ايه؟ بس ما اكذبش عليك التارجت يكون اعلى ان شاء الله. الطموح عندنا لا ينقطع في النادي الاهلي، ذلك على النجوى موجود في النادي الاهلي. الطموح والقصه عندنا عاليه جدا، طموحنا عالي جدا لابعد، نوصل لابعد نقطه. اتمنى الفريق يكون باذن الله يكون هدفه كاس العالم. انا مش بقول كلام، لكن احنا عندنا لعيبه قيمتها في التصنيف العالمي احسن ناس في العالم. في الفرق عندنا منتخب مصر بصنع في رابع العالم في اخر بطوله الاولمبياد، يعني الموضوع عندنا التارجت عندنا عالي جدا، وده اللي احنا نسعى له وان شاء الله هندعم الفرقه طبقا لقرار الجهاز الفني الكابتن ديفيد مع كابتن ياسر لبيب، ولو طلب اي حاجه اكيد هنحاول نلبيها 100%. عظيم. طيب بما انك بدات الكلام النهارده باسئله صعبه متوقعه، انا ما كنتش ناوي اقول اسئله صعبه، بس انا قلت في المقدمه النهارده انه النادي الاهلي قلت النادي الاهلي حقق نجاحات كبيره في معظم البطولات الجماعيه والفرديه هذا الموسم، وهو عام سعيد للنادي الاهلي، وقلت معظم فقط ما قلتش كل عشان الكرة الطائرة، على غير العادة النادي الأهلي مش متفوق في الكرة الطائرة اللي عادة متفوق فيها. أولا رقم واحد، احنا ما عند يعني فرق النادي الأهلي في الكرة الطائرة أكيد الناس زعلانة إن هي يعني في خسارة حصلت منهم، لكن أكيد فرق النادي الأهلي ولاعيبة النادي الأهلي ومدربين فريقين ما كانوش عايزين يخسروا خالص، لكن الأمور جاءت ببلاش سوم زي ما بيقولوا. بنشكرهم جدا على الموسم ونقول الف مليون شكر على اللعيبه والجهاز وكل الاداء بتاعهم اللي حصل السنه دي. بنستنى قرار مجلس اداره النادي الاهلي، لان احنا في اخر السيزون بنقدم تقارير، مدير فريق كل واحد بيقدم تقاريره ايجابياته وسلبياته، ونشوط النادي بيقدم ايجابياته وسلبيات، بندرس التقارير بتاعت المدير فريق كويسه جدا، ونقدر نطلع لمجلس الاداره ونناقش معاه في كل حاجه ايجابياته وسلبيات النادي، وعشان نقدر نخطط للسنه الجديده لازم نكون فاهمين ده كويس. في الاوض المغلقه. احنا دايما اتعودنا او انا اتربيت جوه النادي الاهلي على هذا الكلام. صحيح. نعرض وهنشوف قرار مجلس الاداره شكله ازاي، وهنطلع الراي العام وهنطلع واضح جدا ونتكلم في كل التفاصيل، الناس كانت عايزه تعرفها وتفهمها في وقت معين، هنطلع ونشرحها قدام الناس في كلام واضح جدا مش بنخبي حاجه، لكن في حاجات اتعلمناها جوه النادي الاهلي يا كابتن كريم بنكون محتاجينها شويه، اللي احنا نقفل على نفسنا نتناقش نختلف ايا كان الكلام، وبعد كده لما نطلع بالقرار النادي الاهلي يطلع بالقرار، يبقى قرار مجلس اداره النادي الاهلي 1 2 3 هنطلع بيه قدام الناس وهنشرح وجهه النظر وما عندناش اي مشكله. طيب انا احترم جدا انه المصارحه مع الراي العام هتحصل اجلا عاجلا فيما يخص قطاع كره الطائره، ولكن هل نقدر نعرف من دلوقتي المدرب القادم للنادي الاهلي للكره الطائره هو مصري ام اجنبي؟ هل ده حسم ام لم يحسم حتى الان؟ لم يحسم اي شيء، هيحسم الكلام ده في اخر الموسم مع مجلس الاداره، ده اللي لازم احنا متعودين عليه، تاني هاكد على كلامي ده اللي تربيت عليه في النادي الاهلي. طبعا هيحسم داخل مجلس اداره النادي الاهلي، هو ليه الحق في الاصيل ان هو يقدر يوافق ويرفض على اي حاجات للنشاط الرياضي، ده هنديله حقه ده النهارده. ما اقدرش اقول مدير فني اجنبي او مصري او ايا كان الموضوع او يتغير، لازم نعرض الاول ونشوف اجاباتنا وسلبياتنا تاني، وده اللي هنعرضه وده اللي هنطلع بيه للراي العام ونصرح بيه جدا. وفي حاجه مهمه لازم اقولها، وعلى مدار التاريخ
واي مدرب في النادي الاهلي ادى اللي عليه وادى دوره، وهي في اخر حلقه وبتلف بينا كلنا. النهارده انا جوه النادي الاهلي، بكره بره النادي الاهلي، المهم ولاده المخلصين في كل الاتجاهات في كل الاوقات اللي هم موجودين داخل النادي الاهلي او بره النادي الاهلي، ساعدوا جوه او بره. واي حد ادى دوره وهنشكره جوه النادي الاهلي على دوره، حتى لو كان خسران او كسبان لازم، ان هو في الاخر ما كانش عايز يخسر او ما كانش عايز يطلع بخساره، اكيد كان نفسه يكسب واكيد هو ادى دوره، فلازم نشكره. اي واحد هيأدي للنادي الاهلي حاجه لازم هيلاقي شكر واضح جدا 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 قدام الناس كلها، ودي اهم حاجه لازم نتعلمها ونقول لجماهيرنا هو ده النادي الاهلي اللي احنا اتربينا فيه وتعلمنا فيه. احنا لينا ايجابيات وسلبيات، الرياضه عمرها ما كانت مكسب بس، الرياضه مكسب وخساره، لكن انا عارف ان جمهور النادي الاهلي لا يقبل الا المكسب، لكن في الاخر هي رياضه. صحيح. خسرنا وخسرنا لازم نشوف ونشتغل على نفسنا ونطلع بحاجات ثانيه عشان نقدر نشتغل على نفسنا في السيزون الجديد، ونقدر نحقق برضه تارجت معينه في السيزون الجديد باذن الله. كلام عظيم جدا كالعاده يعني كابتن خالد العوضي مدير النشاط الرياضي بالنادي الاهلي، انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا، بهنيك مره اخرى على الفوز بكاس السوبر الافريقي لكره اليد اليوم والانجازات العظيمه اللي عملها النادي الاهلي هذا الموسم في معظم الالعاب الجماعيه والفرديه.